اهلا بيكم، انا دكتور احمد البدري، دكتور علاج طبيعي، وفي الفيديو ده هقول لك على تمرين مهمه جدا لالام اسفل الظهر والانزلاق الغضروفي وعرق النسا. اول تمرين، كل اللي هتعمله انك هتكون نايم على الارض، بعد كده هتسند على كوعك الاثنين وهنثبت على الوضع ده حوالي 10 ثواني، وهنعمل التمرين ده 30 مره في اليوم. تاني تمرين، كل اللي هتعمله برضو انك هتكون نايم على الارض، بعد كده هتسند على كف ايديك وهنثبت في الوضع ده برضو 10 ثواني، وهنعمله 30 مرة في اليوم. وفي الاخر لو ليك اي استفسار ممكن تسيبولي تحت في الكومنتات، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.